بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم. النهارده ان شاء الله في حلقتنا هنستعرض مباراه الزمالك والانتاج الحربي، المباراه اللي انتهت بفوز الزمالك 1-0. ايضا هنستعرض اولى لقاءات بطوله كاس مصر النهارده في دور ال 32، فوز الاتحاد السكندري على السكه الحديد. هنتفرج على الملخص واهداف المباراه، وبعدين عندنا فقره يعني من خلال اخبارنا بقى نشوف اخبارنا المحليه النهارده وايضا العالميه، ونستمتع مع بعض باذن الله بحلقه مميزه من كوره كل يوم، ونشوف يعني الاخبار المحليه النهارده في حاجات كتير جدا، ونشوف كمان استعدادات ماتشات بكره بالنسبه للقاءات دور ال 32 في بطوله كاس مصر. بكره في اربع لقاءات في دور ال 32 من بطوله كاس مصر. بكره عندنا يوم طويل جدا من الساعه 1 الظهر بقى الاستوديو التحليلي للقاءات كاس مصر لغايه بالليل، لغايه ماتش الاهلي والالومنيوم الساعه 8. فقاعدين مكملين مع بعض، بكره يوم طويل ان شاء الله، ونستمتع ببطولة كاس مصر. خليني كمان اقول لكم النهارده الفقره الاخيره في برنامجنا هيكون معايا نقاد رياضيين النهارده، ايهاب الخطيب وعمر الايوبي، محمد الشرقاوي وشادي عيسى. ان شاء الله نستمتع معاهم ونشوف ارائهم في ارائهم في الاحداث الرياضيه المحليه اللي بتحصل في مصر في الفتره الحاليه. نبدا اول حاجه، مستعجل معلش شويه النهارده عشان عندي حاجات كتير وعايز اخلص كل حاجه عشان يعني المشاهد يكون يعني خد الوجبه او الوجبه الكامله بتاعته النهارده من خلال الماتشات والاخبار، وبرده معانا الممتاز بالمجموعه الاولى، لو لحقنا بقى ناخدها النهارده هناخدها، ما لحقناش هناجلها لبكره ان شاء الله. لكن نبدا اول حاجه بمباراه الزمالك والانتاج الحربي، المباراه المؤجله اللي لعبها نادي الزمالك النهارده، وكانت المباراه رقم بالنسبه له 13، يعني مباراه رقم 13 بالنسبه لنادي الزمالك، والزمالك بيفوز وبيحصل على ثلاث نقاط مهمين جدا وبيرفع رصيده الى 31 نقطه. خليني اقول لكم طبعا تشكيل الفريقين زي ما توقعنا بالظبط امبارح بالملي. فريقين يعني فريق الزمالك النهارده احمد الشناوي في حراسه المرمى، علي جبر ومحمود حمدي الونش في قلب الدفاع، ناحيه اليمين اسامه ابراهيم ومحمد ناصف ناحيه الشمال، في نص الملعب طارق حامد، وعلى يمينه ابراهيم صلاح، وعلى شماله معروف يوسف، وثلاثي هجومي شيكابالا وايمن حفني وباسم مرسي. ده بالنسبه للزمالك. بالنسبه لفريق الانتاج الحربي، عامر في حراسه المرمى، كنا برضو توقعنا التشكيله دي بالظبط، فادي نجاح ناحيه اليمين، صالح موسى ناحيه الشمال، محمود فتح الله واحمد سعيد اوكا، ابو بكر عبد اللطيف، محمد ابو شعيشه في نص الملعب، ورباعي هجومي لفريق الانتاج الحربي وليد حسن واحمد مجدي واوميد اوكري وصلاح امين. المباراه كانت مقفوله، يعني الانتاج الحربي كان بيفكر كابتن شوقي غريب ازاي امنع الزمالك انه ما يوصلش لمنطقه الخطوره، وفعلا نجح الانتاج الحربي في ان ما يوصلش نادي الزمالك منطقه الخطوره. الزمالك مستحوذ، ماسك كوره، ضاغط، ولكن مش قادر يوصل لمرمى عامر. هتلاقوا كل هجمات نادي الزمالك من على الاطراف، بصوا قافل كويس قوي الانتاج الحربي، مش مدي فرصه لعيبه الزمالك ان هو ياخد اي كوره جوه ال 18. الكوره دي ضربه جزاء تم احتسابها، صالح موسى حصل لخبطه كده، صالح موسى جه يطلع الكوره برجله خبطت في ايده، فضربه جزاء وشافها محمد الحنفي وحسبها على طول، وضربه جزاء صحيحه لنادي الزمالك. هيخش شيكابالا هيضيعها، عامر هيتصدى لها في الزاويه اللي هو توقعها، ردت لشيكابالا تاني وطلعها عامر للمره الثانيه. والكوره دي يعني ايه خلت المباراه تستمر ان هي تكون مقفوله، خلت الانتاج الحربي برضه مقفل، بيلعب زون ديفنس، بيحاول يعمل الهجمات المرتده، لكن النهارده الانتاج الحربي ما نجحش في الناحيه الهجوميه، يعني الانتاج الحربي النهارده كان كل تركيزه في الناحيه الدفاعيه، ما قدرش يستفيد من الهجمات المرتده او حتى ما وصلش لمرمى احمد الشناوي. النهارده المباراه الخامسه على التوالي لاحمد الشناوي ان ما يخشش في مرمى اهداف. خمس لقاءات لاحمد الشناوي ب 450 دقيقه ما دخلش احمد الشناوي في مرماه اي اهداف. عامر متالق برضه النهارده، والزمالك يعني 90 دقيقه الزمالك ماسك كوره وبيحاول يحرز هدف، والانتاج الحربي بيدافع، ولكن الانتاج الحربي النهارده مش قادر زي ما قلت لكم يطور الناحيه الهجوميه، او مش قادر يوصل او يخرج بالكوره يعمل هجمه مرتده تشكل خطوره على مرمى نادي الزمالك. النهارده برضه من وجهه نظري كده كان في حاله اجهاد لبعض اللاعبين في الزمالك، على راسهم شيكابالا، كان النهارده تحس ان هو مجهد طبعا ضغط ماتشات كتير على نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت وعلى كل الانديه، ولكن الزمالك هيبقى ازيد شويه ان الزمالك هيلعب النهارده او لعب خلاص النهارده مع الانتاج الحربي، وهيلعب لسه يوم السبت مع نادي الشرقيه في تاني مؤجلاته، وبعدين عنده ماتش الاهلي يوم 29، ففي ضغط جامد.
خرج ايمن حفني، وبرده عندي يعني استفسار من الجهاز الفني. ايمن حفني اتعور النهارده في العضله الخلفيه، جاله شد. بعد ما جاله شد الجهاز الفني كابتن محمد حلمي سابه شويه في الملعب حوالي 8 9 دقائق. حسيت ان ال 8 9 دقائق دول ممكن يزودوا الاصابه على ايمن حفني. كنت اتمنى ان ايمن اول ما يحس بالاصابه يخرج على طول، ان ساعات اللعيب بيحس بشد ولو كمل على الشد وداس عليه ممكن تعمل له مزق. فالنهارده ايمن اتعور، سابوه شويه في الملعب، وبعدين ما قدرش خالص، راحوا مخرجينه ونزلوا ستانلي مكان ايمن حفني. زي ما انتم شايفين مفيش هجمات خطيره، الزمالك ماسك كوره وبيعمل كوره عرضيه جوه ال 18، والانتاج الحربي فتح الله واحمد سعيد اوكا وصالح موسى وفادي نجاح بيطلعوا كل الكور اللي على مرمى الانتاج الحربي. يعني الزمالك ماسك كوره بنسبه 70% استحواذ، ولكن مفيش خطوره غير ضربه الجزاء طبعا اللي تم احتسابها وشيكابالا ضيعها. خلي بالكوا دي اول رأي شيكابالا يضيعها في حياته. دي فرصة كانت لباسم مرسي، كرة عرضية من ناحية الشمال. استمر برضه نفس الطريقة نادي الزمالك في الشوط الثاني، وبقى بيلعب ستانلي تحت باسم مرسي وشيكابالا، وبيحاول يزيد من ناحية الشمال محمد ناصف وأسامة إبراهيم من ناحية اليمين. بص كور عرضية كتير، لكن كثافة عددية من لعيبة الإنتاج الحربي جوه ال 18، يعني خدوا معظم الكور من لعيبة الزمالك. دي التسديدة الوحيدة للإنتاج الحربي، أبو بكر عبد اللطيف. دي برضو تسديدة لكن سهلة في إيد أحمد الشناوي من بعيد. بعدين حصل تغيير تاني للإنتاج الحربي، كان إسلام رشدي نزل مكان صلاح أمين، وبعدين حسن سوستا مكان محمد أبو شعيش، وللزمالك نزل محمد إبراهيم مكان معروف يوسف عشان شوية يبقى في حركة أكتر بالنسبة للنواحي الهجومية والأطراف عند نادي الزمالك. وفعلا محمد إبراهيم كان سبب من أسباب هدف نادي الزمالك الأول، بس الهدف اتأخر. ودي واحدة بره لستانلي حطها كده على الطاير، لكن خبطت وجنب القائم الأيمن. ده الهدف بقى بتاع الزمالك، كرة أوت للزمالك. أسامة إبراهيم لعبها بسرعة لمحمد إبراهيم، محمد إبراهيم عملها بالأرض على الأرض جامد لباسم مرسي. الكلام ده كان كام؟ في الدقيقة 78. عايز الكرة من أولها كده، معلش، لأن السبب في الهدف ده على فكرة قبل محمد إبراهيم أسامة إبراهيم. بص أسامة إبراهيم خد الكرة ولعبها بسرعة لمحمد إبراهيم فاضي، محمد إبراهيم بص قطع ستانلي، عدت من ستانلي لباسم مرسي اللي جاي. وباسم مميز جدا في الحاجات دي، بيتحرك كويس قوي جوه 18. ولو تفتكروا كان في نفس الكرة دي بالظبط في ماتش الاتحاد السكندري اللي فات، الكرة اللي هي باسم اتخبط فيها وما اتحسبتش ضربة جزاء، كان نفس بالشكل ده بالظبط. تقدم الزمالك بهدف باسم مرسي وقدر يحافظ على مرماه. الانتاج الحربي ما يعني ما كانش عنده رد فعل ان هو يعني يحرز هدف في مرمى الزمالك، كان برضه مقفل، كان برضه اللعيبه في نهايه المباراه خلاص اخر 10 دقائق حصل ارهاق للعيبه الانتاج الحربي. حتى كابتن شوقي غريب في الدقيقه 82 نزل محمود عبد الحكيم مكان ابو بكر عبد اللطيف عشان يزود النواحي الهجوميه، كابتن محمد حلمي نزل دونجا مكان شيكابالا عشان يمسك نص الملعب. فاهو ده الاوت لمحمد ابراهيم، محمد ابراهيم قوي على الارض ببطن رجله، ستانلي ما لحقهاش وجاي بيتابع باسم مرسي الرائع. باسم مرسي يعني جوه ال 18 ملوش حل في الحاجات العرضيه، بيلعب على كل كوره، بيسبق، عنده سرعات، عنده قوه قلب، عنده جرأه. باسم مرسي في الحته دي كويس، بيتحرك كويس جدا، ما بيخافش. في مهاجمين يكشوا شويه من الالتحامات، باسم لا، باسم بيرمي نفسه وسط اثنين مدافعين وبيعمل يعني بيقطع كويس جدا وبيسبق، عنده الحته اللي هو ال 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 الخطوه الاولى دي او الستارت الاول ده بيقدر يسبق، بيعملها بسرعه بشكل كبير جدا. وقدر الزمالك يفوز زي ما قلت لكم ورفع رصيده الى 31 نقطه. مباراه مش حلوه،
يعني مباراة ككورة وكفنيات مش حلوة، مباراة مقفولة، الزمالك ماسك كورة بيهاجم بيحاول يضغط، الإنتاج الحربي مقفل، ومن يعني المباراة كلها فيها فرصتين ثلاثة النادي الزمالك، قدر واحدة منها باسم يصطادها من محمد إبراهيم ويحرز هدف المباراة الوحيد ويرتفع رصيد نادي الزمالك إلى 31 نقطة في المركز الثالث، ولسه للزمالك ثلاث لقاءات مؤجلة إن شاء الله، في مباراة برضو مؤجلة تانية هتتلعب يوم السبت، ويوم السبت أمام نادي الشرقية. وخلي بالكم الناس هتقول الشرقية وفيها مشاكل وكابتن علاء عبد العال خلاص استقال، والنهارده نادي الشرقية أعلن إن كابتن منير عقيلة هو المدرب العام، هو اللي هيقود فريق الشرقية في الفترة القادمة كمدير فني، والفرق الإمكانيات ما بين الزمالك والشرقية لا في حسابات تانية كتير جدا جدا جدا. الحسابات إيه بقى؟ إن الزمالك عنده لعيبة هتلعب ماتش الشرقية وهي بتفكر في ماتش الأهلي يوم 29. هيبقى نادي الزمالك الشرقية مريح، الشرقية هو من 3-4 أيام لعب، والزمالك لعب النهاردة الأربع، وماتش الزمالك والشرقية يوم السبت، فالزمالك هيبقى عنده حالة إرهاق شديدة. أنا أتوقع إن الكابتن محمد حلمي هيريح عدد كبير من اللعيبة الأساسيين اللي هو ممكن يكون محتاجهم في ماتش الأهلي، وفي نفس الوقت هيخلي اللعيبة اللي عندها إنذارات أو إنذارين ما يلعبوش ماتش الشرقية اللي جاي، عشان محدش ياخد الإنذار الثالث ويتوقف. النهاردة في اتنين خدوا إنذارات عشان يعني الإنذارات تروح، الإنذار الثالث أعتقد محمود حمدي وطارق حامد، النهاردة الاتنين خدوا الإنذار الثالث بالنسبة لهم، فهيتوقفوا في ماتش الشرقية عشان يلعبوا ماتش الأهلي ويستريحوا الفترة القادمة دي، يبقوا إيه فريش. وبرضو دونجا قالوا لي إن دونجا خد إنذار في الآخر برضو، فالتلاتة دول عندهم تلات إنذارات. طيب خلينا نروح كده لتصريحات المدربين بعد المباراة. ماتش الشرقية عايز يعني أوصل لكم الفكرة إن ماتش الشرقية بالنسبة للزمالك مش سهل، إن الزمالك بيفكر في ماتش الأهلي وخايف، فيه لعيبة خايفة تتعور، في لعيبه تانية ممكن يكون عندها انذارين خايفه تاخد الانذار الثالث، فتره الراحه قليله جدا بالنسبه للزمالك، يعني بقول لكم الزمالك بيلعب اهو النهارده الاربع وهيلعب السبت، يعني عنده خميس جمعه فقط والسبت يلعب المباراه المؤجله مع الشرقيه، الشرقيه مريح، يعني الشرقيه اخر ماتش كان لعب خسر من طنطا من 3-4 ايام، فدي نقطه مهمه جدا لازم ياخد بالها او ياخد باله الجهاز الفني نادي الزمالك من الموضوع ده. النهارده كابتن محمد حلمي في تصريحاته بعد المباراه قال ان الاصرار سبب الفوز على الانتاج الحربي، وما بنفكرش في مباراه القمه دلوقتي، احنا مركزين في الماتشات او في الهدف اللي قدامنا اللي احنا لازم ناخد الماتشات المؤجله نكسبها، لكن طبعا يعني شيء طبيعي او لا ارادي ان اكيد لعيبه الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك بيفكر في ماتش الاهلي، ده شيء طبيعي. وكمان كابتن محمد حلمي قال في المؤتمر الصحفي ان الفوز بالنقاط الثلاثه اهم شيء، واداء الزمالك بيتحسن، وان هو كابتن حلمي شغال على تصحيح الاخطاء خلال الفتره القادمه. وكابتن حلمي قال برضو ان معروف يوسف لاعب ملتزم ومحترف وبيبذل مجهود كبير داخل الملعب وما بيبخلش على اي مجهود مع الزمالك في الماتشات، وبيقول كمان ان الانتاج ما كانش عنده فرص محققه، وان المباراه زادت صعوبتها بعد ما شيكابالا اهدر ضربه الجزاء. وكابتن محمد حلمي بيقول برضو ان الزمالك في حاجه للعمل على زياده الفاعليه الهجوميه، وده كلام مظبوط من كابتن محمد حلمي، واتمنى كمان ان الناحيه الجماعيه في الزمالك تزيد اكتر. كابتن محمد حلمي قال في المؤتمر الصحفي انا ما بفكرش في مباراه الاهلي، وبيقول انا بفكر دلوقتي في ماتش الشرقيه، خلصت ماتش الانتاج الحربي بفكر في ماتش الشرقيه وعايز اخلص ماتش الشرقيه وبعدين نفكر في ماتش الاهلي. وبعدين يعني سالوه برضو في المؤتمر الصحفي ان في ثلاث لعيبه هيغيبوا عن المباراه القادمه، دونجا ومحمود حمدي وطارق حامد، فقال انه كده كان هيتخذ قرار باستبعادهم من مباراه الشرقيه لو ما كانوش خدوا الانذار الثالث، لانه عايز يريحهم، وده اللي انا بقوله لكم ان كابتن محمد حلمي هيريح بعض العناصر في مباراه الشرقيه عشان ماتش الاهلي. كابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي الانتاج الحربي قال ان الخساره من الزمالك مش هتاثر على جدول ترتيب الفريق في الدوري، فريق الانتاج الحربي كده في المركز ال 12 برصيد 17 نقطه، بس فوق الانتاج الحربي وادي دجله ب 18 نقطه والاتحاد السكندري 19 نقطه. وقال ان الفرقتين، كابتن شوقي غريب قال في ان الفرقتين بذلوا مجهود كبير وان اللعب كان مقفول في المباراه، هو كان قاصد ان هو يقفل المساحات على نادي الزمالك، وان ضربه الجزاء اثرت بالسلب على للزمالك. وقال كمان ان كابتن شوقي غريب اتكلم مع اللعيبه
ان المباراه دي ممكن تخلص بالتعادل او بهدف، وده اللي حصل فعلا. وبيقول ان اللعيبه التزمت بالتعليمات، وان صالح موسى قدر يوقف خطوره شيكابالا، وان الهدف اللي دخل فيه مرماه جه من لحظه عدم تركيز من لعيبه الانتاج. وكابتن شوقي غريب بارك لنادي الزمالك على الفوز، وقال ان المباراه كانت تكتيكيه بشكل كبير جدا. على فكره الاتوبيس نادي الزمالك اتاخر النهارده، اتاخر في وصول للملعب، فبالتالي المباراه اتاخرت حوالي 7 دقائق، وبرضو الاحماء اتاخر شويه، فعشان كده المباراه بدات 7 دقائق و8 دقائق او 7 دقائق. النهارده كان في دقيقه احداد على روح رئيس لجنه الحكام الفيوم كابتن محمد جبر اللي توفى النهارده، فطبعا بنقول بقاء لله في وفاه الكابتن محمد جبر رئيس لجنه حكام الفيوم. دونجا وطارق حامد ومحمود حمدي الونش هيغيبوا عن مباراه الزمالك والشرقيه بسبب التلات انذارات. يعني دي كانت تصريحات لعيبه او الجهاز الفني لنادي الزمالك. كابتن اسماعيل يوسف كمان بيقول ان اصابه ايمن حفني هتمنعه عن اللعب في مباراه الشرقيه، لكن هل الاصابه كمان ممكن تمنعه عن اللعب في ماتش الاهلي؟ ايمن حفني انا قلت لكم النهارده ما بحبش اللعيب يشتكي من شد ويكمل، ايمن حفني اشتكى من شد وقعد 7 8 دقائق لغايه ما ايمن شاور للجهاز الفني قال لهم خلاص انا مش قادر، مش هقدر اكمل. الزمالك هيواصل تدريباته بكره، طبعا هيبقى في استشفاء للاعيبه الاساسيه اللي لعبت النهارده. وكابتن محمد حلمي اكيد اكيد بينزل بالحمل بشكل كبير جدا على اللعيبه اللي شاركت، طبعا ان ضغط الماتشات كبير جدا على نادي الزمالك. وده كان مباراه الزمالك النهارده والانتاج الحربي في بطوله الدوري اللي انتهت بفوز الزمالك 1-0. مبروك للزمالك وهارد لك للانتاج الحربي.